فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال المؤلف رحمه الله: فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة النساء، معللا بأن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من فتنة الدنيا عموما، ثم حذر من فتنة النساء خصوصا، وبين المثال لذلك بما وقع لبني إسرائيل من الفساد ومن الدمار الذي حل بهم بسبب إهمال نسائهم لما تجملت وتعطرت وخرجت وواقعت الفساد وتبعها الأشرار. فإن الله أنزل ببني إسرائيل الطواعين والأمراض والأسقام المهلكة كما يروي ذلك التاريخ. نعم. قال: وهذا نظير ما سنذكره من حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال: إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، يعني وصل الشعر. نعم، الحديث صحيح مسلم. معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة في خلافته وخطب الناس قال: أين علماؤكم؟ ثم إنه أخرج كبة من شعر أو كبة من شعر، فقال: أين علماؤكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هلك بنو إسرائيل لما اتخذت نساؤهم هذه، بمعنى أنها تتزين وتتجمل وتظهر للناس، وأنها أيضا ما تكتفي بزينتها التي أعطاها الله، بل إنها تحاول التزييف ووصل الشعر، تجعل لها شعرا ليس منها لتغر الناس وتجذب الناس. فالمرأة سلاح فتاك، إذا لم تحافظ عليه فإنه يقتل ويدمر. نعم. قال رحمه الله: هذا فيه هذا الحديث، نعم، فيه تحريم وصل الشعر بشعر، وصل شعر المرأة بشعر آخر. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تصل شعرها بشعر غيرها، والمستوصلة التي تطلب ذلك ممن يعمله معها من النساء. نعم. قال: وكثير من مشابهات أهل الكتاب في أعيادهم وغيرها إنما يدعو إليها النساء. نعم، ومن فتن النساء أنها هي التي تحرض على البدع وعلى مشابهة أهل الكتاب في أعيادهم وفي غيرها من عاداتهم الضارة التي لا فائدة منها.